في مدينة معرة عمان بريف إدلب خرج الأهالي بمظاهرات إعادة شعار الثورة الأول، الشعب يريد إسقاط النظام. شهدت هذه المظاهرات مواجهات بين المتظاهرين وعناصر من جبهة النصرة، كما شهدت المظاهرات أيضا محاولات من النصرة لاعتقال بعض الشبان. وبعد أيام شنت جبهة النصرة هجوما على مقرات الفرقة 13 التي تتخذ من معرة النعمان مقرا لها، والتي يتبع لها عدد كبير من شبان المدينة. ودارت بين طرفين اشتباكات أدت إلى سيطرة النصرة على أغلب مقرات الفرقة، وتبع ذلك مظاهرات مناوئة للنصرة، ما دفع الطرفين إلى إعلان موافقتهما على التوجه للمحكمة أو محكمة خاصة بهذا الشأن، على أن تمثل جميع الفصائل إلى تطبيق ما سينتج عن قرار المحكمة. هذه التطورات أناقشها مباشرة مع ضيفي المقدم أحمد السعود قائد الفرقة 13، يحدثنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية. أهلا بك سيادة المقدم. بعد كل ما جرى خلال الأسبوع الماضي، أهلا بك، الأخذ الرد بينكم وبين جبهة النصرة وأيضا اشتباكات، أين وصلت الأمور اليوم؟ والله نحن بعد يوم السبت اللي بدأت النصرة بالهجوم على أحد مقراتنا في معرة، وخروج المظاهرات، فهلا الشعب يعني شفتوا انتم على التلفزيون انه الشعب هلا عم يكلمكم في كل المحافظه، محافظه ادلب وحلب وحتى في حماة، الكل هلا انتفض ليقول للنصرة يعني كفاكم بغي على فصائل الجيش الحر اللي نحن كنا الشعب السوري هو اللي اسس الثوره، ولولا وجود الشعب السوري والثوره السوريه لما غدر حدا يدخل على سوريا. طيب سيادة المقدم، هل بالفعل كنتم يعني تعولون بعد كل هذه الأحداث التي جرت، تعولون على فصائل كبيرة بالشمال للتدخل بالأحداث، وتحديدا هنا نتحدث عن يعني حركة أحرار الشام، رغم أنه لم يتدخلوا بأحداث سابقة مشابهة لما جرى وتحديدا في ريف إدلب؟ والله يعني نحن تفاجأنا بموقف أحرار الشام وبينة الشام، وهلا جيش الاسلام اجوا لعنا واجوا داعمين للفرقه، وفينه الشام بعثوا لنا كمان داعمين للفرقه، والاحرار يعني كمان عم يتواصلوا معنا، بس كل التواصلات هاي لحد الان ما اخذوا قرار الشعب، لحد الان ما تحملوا المسؤوليه امام الشعب اللي هم كانوا طلعوا بالثوره معبرين عن الشعب السوري وعن مصائب الشعب السوري، لحد الان لا الاحرار ولا الفينق ولا جيش الاسلام اخذ قرار بانه لازم وقت مع الشعب ويشوفوا متطلبات الشعب ويشوفوا النصره وين رايحه وش عم تساوي. النصره عم تنتقل من فصيل لفصيل لدمار الثوره وللسيطره على سوريا كلياتها، وزرع افكار عنا اللي نحن الشعب السوري اغلبه ما عم بيوافق على افكارهم ولا بيوافق على افعالهم، واكبر دليل المظاهرات اللي طلعت اليوم بادلب وبحلب ليقولوا للنصره كفاكي، بس هي على ما يبدو ما بدها وقت، وعلى ما يبدو الاحرار والفينق وجيش الاسلام ما اخذوا قرار يحكي فيه الامر، وقفوا ضد بشار الاسد اللي هو اشرف واعتى نظام في العالم، ما بيعرفوا يقولوا للنصره كفاكي، على ما يبدو في تناغم او في شيء عم بيصير ما عم نفهمه. نحن موجودين بالارض، ونحن هذا الشعب السوري اللي هلا طلع بس يعني عم يطالب، ونحن رح نمشي معه وما رح نتخلى عن مبادئنا، ما رح نتخلى عن ثورتنا، ما رح نتخلى عن كل مواقفنا. طيب إذا عدنا لأساس المشكلة سيادة المقدم، لأنه أيضا ما زال هنالك الكثير من علامات الاستفهام والأخذ والرد بخصوص ما الذي جرى تحديدا، ما هو السبب؟ لأنه هنالك من يقول بأنه ما جرى كان إشكال عابر سببته المظاهرات التي خرجت منذ أسبوعين تحديدا، وهنالك من يقول بأنه الأمر أبعد من ذلك، يعني هنالك إصرار من قبل جبهة النصرة على إنهاء تواجد بعض الفصائل العسكرية في ريف إدلب مثل الفرقة 13، مثل ما سبقت طبعا سبقا وأنهت وجود حركة حزم مثل ما حضرتك بتعرف، وأيضا جبهة ثوار سوريا. النصرة فكرها استحواذي، فكرها أنه هي الصح وكل الناس خطأ، يعني ترى كل فصائل الجيش كل فصائل الثورة السورية على خطأ وإن على صحيح. طيب هم هلا عم بيشتغلوا على
يعني كيف يسمي لك اياها يعني يبني على شلون على الاقصاء الفصائل الاخرى على تهميش الفصائل الاخرى على ضرب الفصائل الاخرى وصل لماذا الفصائل الاخرى. سياده المقدم نود ان نفهم لماذا لانكم انتم بالفرقه 13 شاركتم معهم بالكثير من المعارك، معركه تحرير ادلب، معركه المصطومه، وادي الضيف، هنالك الكثير من المعارك كنتم معهم فيها، خطوها جنبا الى جنب مع النصره وفصائل اخرى، لماذا الان انهاء تواجد ووجود الفرقه 13 في ريف ادلب؟ ربما ستي الكريمة المظاهرات اللي طلعت كانت النصرة عم تعطي انه احنا مسيطرين على ادلب، عم بتشوف المظاهرات اللي طلعت اخر جمعتين ثلاثة كانت مظاهرات قوية تثبت شعبية الجيش الحر، الجيش الحر متواجد في ادلب بقوة، الشعب بده الجيش الحر، الدنيا كلها بدها الجيش الحر، هن عم بيقولوا لا ما في جيش حر ولا يمكن يكون جيش حر، بس انا عن الكلام الشعب السوري هو اقوى من الرصاص، اقوى من الدبابات، واقوى من كل المدافع اللي جابوها لعنا وضربونا فيها. طيب بما انك يعني تتحدث عن المظاهرات التي خرجت بالمعره، خرج الاهالي هنالك طبعا بعد كل ما جرى من اشتباكات، رافضين طبعا ما جرى، مطالبين بانهاء هذا الصراع وتوجيه البنادق نحو النظام وليس يعني بين الفصائل العسكريه التي تقاتل، من المفترض انها تقاتل النظام يد واحد. من سيحل هذا الصراع بينكم سياده المقدم؟ هل هنالك تطورات جديده بخصوص الاحتكام لمحاكم شرعيه؟ والله اختي هم بعثوا لنا ثلاث اسماء شرعيين من عندهم، وانا بعثت اسماء من عنا، فهن رفضوا لانه هم ما بيحبوا حدا يحاكمهم، لانه هم ما بيحبوا حدا يشارعهم، لانه هم عندهم شرع خاص فيهم، هم عم يستولوا علينا باسم الشرع، وهم عم يسيطروا علينا باسم الشرع، بس الشرع اللي بخصهم اللي هو الشرع الاسلامي اللي له صار تعدد من اوجه، وهن عم يحتكموا للقوه، عم يحتكموا لحكم الناس بالقوه مو بالشرع، بالقوه. هذا عم يشتغلوا، القوه الذي تغلب هي اللي تحكم. اذا يعني ما في تطورات جديده بخصوص حكم المحاكم الشرعيه بهذا النزاع. سؤال اخير لو سمحت لي سياده المقدم، الان اين هي الفرقه 13؟ يعني اين تتواجد؟ هل هنالك معارك جديده؟ اذ هنالك معارك جديده اين سوف تخوضونها؟ وهل خرجتم بشكل كامل من ريف ادلب؟ ستي الكريمة نحن متواجدين، ما صنع محل، نحن متواجدين بحلق بجبل الاكرار، جبل تركمان، نحن في مارع وفي تل جبرين في شمال سوريا، متواجدين في خان عسل، في الراجدين، نحن متواجدين في كل هاي المناطق، شبابنا هنيك وحتى فصائلنا موجوده، بس نحن تركنا شوي الوضع لحتى ننهي الازمه بدون دماء، لانه راح دماء كثير من شبابنا، وهذا الدم يعني راح يكون هذا الدم مثل كابوس على كل النصره، وهذا الدم ما راح نحن نتركه، لانه هذا الدم دم شباب جاهدوا وقاتلوا من اول الثوره لحد الان، هذا الدم الشباب اللي قتلوه هن بلاد بلدنا، قتلوا بيد ابناء بلدنا بسبب الفكر الاستحواذي، فكر التسلط والتكبر. أشكرك طبعا على هذه المداخلة المقدم أحمد لسعود، قائد الفرقة 13، حدثنا عبر الهاتف من الحدود السورية التركية، ونتمنى أن تكون وضحت الصورة بخصوص بعض النقاط التي كانت بالفعل مثار جدل خلال الأسبوع الماضي بالنسبة لهذا الموضوع.